سلام عليكم. اخيرا وبعد وقت طويل من الانتظار والاخبار المضاربه، الايباد ميني 6 راح يقفز، لكن قفزته الاخيره. شنو هذه القفزه وشنو مواصفاتها وليش الاخيره؟ هسه راح تجيكم التفاصيل. مرحبا، انا حسن من قناه تك تايم، واهلا بكم في فيديو اليوم. بصراحة كل الأخبار اليوم جتنا من مصدر موثوق في عالم أجهزة أبل، هو جون بوزا، واللي أكد أنه الآيباد ميني 6 القادم راح يكون نسخة مصغرة من الآيباد إير 4 بتصميم أو لغة تصميمية يشبه الآيفون 12 بحافاته المستقيمة، وبشاشة أكبر من الجيل السابق، وبمقاس يتوقعون المراقبين أنه راح يكون ما بين 8.4 أو 8.9 بالعشرة إنج، لكن بحافات اصغر حول الشاشه. علما انه شاشه الايباد ميني 6 ما راح تتغير عن الجيل السابق من حيث النوع، ولا راح تكون ميني LED، ولا راح تزيد دقتها او كثافه بكسلاتها. ايضا جسم الجهاز راح يبقى بنفس الابعاد وبنفس الوزن مال الايباد ميني الحالي. اما اهم نقله بالايباد ميني 6 فهي دخول الايباد ميني الى عالم اليو اس بي تايب سي، وايضا ابل راح تسحب من عنده البصمه الشهيره بوجه الجهاز وتحولها وتدمجها الى بصمه كاباسيتيف مع زر الطاقه. طبعا الحكي بيناتنا، فقط ابل تعتبر انه البصمه المدمجه بزر الطاقه انجاز هندسي في 2021، لكن كنظام صوتي الايباد ميني 6 راح يكون بسماعتين مزدوجه اسفل الجهاز. واذا تردون رايي، فاهم خبر فاجئني فعلا عن الايباد ميني، طفرة الحقيقية فعلا ان صحت طبعا، هو عن عتاد الجهاز وتحديدا معالجه، واللي بحسب اخر الاخبار راح يكون الشريحة المتوحشة الاي 14 بايونيك. طبعا هذه نفس شريحة الايفون 12 الحالي، وادائها ممتاز ورهيب اذا تردون رأيي، لان بهذه الشريحة الايباد ميني 6 راح يكون ارخص جهاز من ابل يعمل بهذا المعالج، لكن اكيد راح يكون اغلى من الجيل السابق بشوية، لان هذه ابل. والميني 6 راح يجي بحسب اخر الرندرات بثلاث الوان، هي الاسود والذهبي والسيلفر. طبعا الجهاز راح يدعم الكتابة بقلم من ابل من جيل جديد مخصص للايباد غير البرو، والقلم الجديد راح يكون مغناطيس التثبيت بجسم الجهاز، وايضا كفر وكيبورد بتصميم جديد بحسب موقع بلومبرج وموقع ماك رومرز. طبعا الايباد ميني 6 راح ينزل اسواق قبل موسم الاعياد بهذه السنة، يعني للفترة ما بين شهر 10 الى شهر 11 القادمة ان شاء الله، لكن السعر حاليا مجهول، بس تتوقعوا زيادة بسيطة عن الجيل السابق. قلت لكم بداية الفيديو انه هذه القفزة راح تكون القفزة الاخيرة والافضل والاعلى في تاريخ الايباد ميني، والسبب انه جون بوزر نفس المسرب الشهير والمختص تقريبا بعلاقاته بابل اكد انه ابل قررت ان تلغي سلسلة الايباد ميني 6 بعد هذه السنة، لان ابل راح تضطر ان تنزل بعدة موديلات جديدة خلال 2022 و 2023، وايضا التقارب الكبير بمواصفات الايباد ميني 6 الحالي مع الايباد 8 والايباد 9 القادم، ولهذا ابل راح توفر بالايباد ميني 6 كنسخته الاخيره اعلى اداء ممكن مثل ما شفتوا بالمعالج. لكن هذه لا تزال تسريبات، والايام وحدها كفيله باثبات ونفي هذا الموضوع. هذا كان كل ما عندي من جديد عن اخبار الايباد ميني 6. انتم شنو رايكم مواصفاته، وهل يستحق فعلا زياده بالسعر بسبب المعالج؟ شاركوني ارائكم وتعليقاتكم، واشوفكم بالفيديو الجاي. في امان الله.